اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه إنه يراكم هو وقبيله. إنه أي الشيطان يراكم يا مكلفين، هو وقبيله. القبيل، كلمة قبيل وقبيلة تدل على جماعة أقلها ثلاثة من أجناس مختلفة، أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة، لكن المراد هنا هو وقبيله. العلماء اختلفوا فيه، فقال قوم إنهم جنوده وذريته. يقول جنوده، ما دام قلت جنوده وذريته تبقى جنوده يعني من البشر، لكن قال الله إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترون، فلا بد أن تكون القبيل هنا المراد به مين؟ المراد به الذرية، لأن من البشر بنشوف. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده تغليظ لشدة الحذر والتنبه، لأن العدو الذي تراه تستطيع أن تدفع ضرره، ولكن العدو الذي لا تراه يراك هو ولا تراه. يبقى ده إيه؟ يبقى المقولة بتاعته شديدة أوي وكيده أشد. يبقى إذن تنبهوا إلى مداخل الشيطان من خفاء، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. هنا وقف العلماء وقفة في أن هو يرانا ولا نراه، الجن يرانا ولا نراه، وعللوا ذلك أننا مخلوقون من طينة وهي كثيفة، وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة، فالشفيف يستطيع أن ينفعل للكثيف، ولكن الكثيف لا يستطيع أن ينفعل الشفيف. قلنا زمان عشان ننبه إلى هذه المسألة أو نتربها، أن الإنسان إذا جلس وخلفه جدار في حجرة، والحجرة فيها تفاح وفواكه، هل طعم التفاح يتعدى الجدار ويجي إلى بطن رائحته؟ لكن إذا كانت هناك جزوة من نار وراء الجدار، بعد مدة يحصل إيه؟ يحصل الحرارة وحس به. إذا فنفوذ الجني وشفافيته أكثر من شفافية مين؟ ولذلك أخذ خفة حركته. وإحنا ما نراش، أبقى لك طيب ما تراش. إذا معنى ذلك أن الشيطان لا يرى، لكن إذا كان ثبت في الآثار الصحيحة أن الشيطان قد رؤي، الشيطان من نار والملائكة من نور والاثنين جنس خفي مستورين، والملك تشكل بإنسي وجاء لرسول الله وقال هذا جبريل جاء يعلمكم شؤون دينكم، يبقى تمثل ببشر. إذا حين نراه إنما نراه لا على صورة جنيته، ولكن على صورة تتسق مع جنسيتي أنا، فيتمثل لي إيه؟ ما يتمثل لي مادة، جسم بشر ولا نار ولا أي حاجة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فدعا، دعا يعني إيه؟ وقد هممت أن أربطه بسارية المسجد يعني بالعمود ليتفرج عليه صبيان المدينة. ما الذي منعك يا سيدي؟ قال ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم أشأ أن أجترئ على هذا الطلب حتى لا يكون مسخرا لي. إذا الشيطان يتمثل، أنت لا تراه على حقيقة الشرك، فإذا ما أراد أن تراه تقوم تشوفه على صورة حاجة، صورة حاجة مادية. هنا العلماء الذين منعوا الرؤية، شوف نقاش العلماء، نقاش يدل على إيه؟ حرصهم على فهم كتاب الله،
ويدل على حرصهم على تجلية مراداته وأسراره. فقال حين يقول الله إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، يبقى لازم نقول إن إحنا مش هنشوفه. تشوف مين يتنبي؟ تشوف الجن، وأنا برضو مش هشوف الجن. أنا إن رأيته المتشكل الجديد على صورة مين؟ على صورة المادة. قال لي أنا أمنع أن يكون كذلك، أن يتصور بأي شكل. لماذا؟ قال لأن الجنية لو تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر منع ذلك الوثوق من معرفة الأشخاص. والوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة وحركة المجتمع. فأنت لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليه، ولا تثق في صديق إلا إذا عرفت أنه صديق، ولا تأخذ علمك إلا لمن تعرف أنه عالم. فهب إن الشيطان يتمثل بشيء، يتمثل بصورة ابنك، يبقى حيشككني اللي قدامي ده ابني ولا صورة من صور الشيطان، يبقى يمنع الوثوق. وايضا فمن اعدى اعداء الشيطان هم الذين يبصرون لمنهج الله وهو العلماء. فما الذي يمنع ان يتشكل الشيطان بصورة عالم موثوق في علمه ثم يقول كلاما مناقضا لمنهج الله؟ اذا لازم الشيطان ما يتمثل. انت فهم ان الشيطان حين يتمثل يتمثل تمثلا استمراريا، انه يتمثل تمثلا ومضى. ليه؟ لان الشيطان يعلم انه لو تشكل بصورة انسان او بصورة مادية حكمته الصورة التي انتقل اليها، واذا حكمته الصورة ان جبت مسدس وضربت رصاصة يموت، مسكته كده وكتبته تلاقي ما النبي كان هيمسكه. الله امال يبقى ايه؟ ام قال لك ولذلك الشيطان يخاف منا اكثر مما نخاف منه، لانه يخاف من يظهر ظهور استمرارك، تقوم يكون انت عارف القضيه فتيجي عليه وتروح ايه؟ وتروح مسحه، يقوم يعمل لك ايه؟ التمثل واضح ثم يختفي وهو امامك. فساعة يتمثل هذا التمثل يبقى هيمنع من الوقوع في الوثوق بالاشخاص. وايضا فان الانسان اذا تامل الجني المشكل سيجد فيه شيئا مخالفا، يشوفه كده راجل كده ولا بتاع وبعدين يلاقي رجل ورجل معزل، لازم توجد فيه حاجه تلفته ايه؟ تلفت اليه. وايضا يجي ونطه كده وايه؟ ويختفي. ليه؟ لانه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التي يتشكل فيها تحكمه، وإذا ما عرفت ذلك أمكنك أن تصنعه ولا ما تصنعه. إذا فهو بيخاف منا أكثر من إيه؟ أكثر من إن إحنا نخاف منه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويبقى النص أن يراكم وأنتم على حقيقته وهو على حقيقته، من حيث لا ترونهم يعني على حقيقته. وإنما إن أراد أن يتشكل يتشكل بمين؟ بشيء تعرفه، وتشكله غير استمراري. بالله لما تشكل بشكل ابنه ولا بشكل عالم وما يقعدش إلا لحظة بس كده يعمل إيه؟ ويختفي من قدامك كده، خلاص عرفت إنه إيه؟ عرفت الشيطان. الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين يعني الشياطين. قال لك من جعل الله. والجعل ده هنا ازاي؟ هو جعلهم كده يعني؟ قال لك لا، دخلنا بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنونا. وإلا لو أراد الله منعهم أن يفتنوك انفعل. إذا فكل شيء في الوجود أو كل حدث في الوجود عايز حاجتين. الحاجة الأولى طاقة تفعل الإيه؟ الفعل، وداع لفعل الفعل. خلق يبقى طاقة وداع. فإذا ما كانت أنت الإنسان الطاقة للفعل
والداعي الى الفعل. ابراز الفعل باي شكل هذه الصوره النهائيه. لكن اتقى المين؟ انت جيت تقول ايه؟ العامل الفلان نسج قطعه من القماش في غايه الايه؟ في غايه الدقه. العامل نسج قطعه قماش في غايه الدوده والدقه. يقول ان والله العامل ما نسجش وانما نسج في الاله. والاله ما نسجتش انما الصانع الذي صنعها. والصنع ما عملهاش الا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركه. يبقى الطاقه دي مش بتاعت العامل. العامل وجه الطاقه المخلوقه للمهندس في ان تعمل. يبقى نتيجه العمل حصل من مين ومين؟ حصل من مين ومين؟ من العامل. ادي واحد. العامل عمل وجه الطاقه. انما مين اللي اوجد الطاقه؟ المهندس اللي عملها في المصنع. والمهندس عملها على ايه؟ على العالم الذي ابتكر قانون الحركه. الله. طب والعالم اللي ابتكر قانون الحركه دي ابتكرها ازاي؟ ام ان بعقل ربنا خلقه وفعل في ماده خلقها الله. خلاص. وترك له طلاقه في ان يفعل. يبقى الفعل الحته القماش دي وقتها كم حاجه؟ حاجات كتير قوي. فاذا كل شيء يعود الى الله فعلا لانه خالق الطاقه وخالق خالق الطاقه. ولكن الذي يستعمل الطاقه يوجه الطاقه فقط. فاذا قلت العامل نسج يبقى صح، واذا قلت الاله نسجت يبقى صح، تقول المصنع نسج ما ايه يبقى صح. اذا فالمساله كلها مردها في الفعل الى من؟ الى الله. ولكن انت وجهت الطاقه المخلوقه لله بالقدره المخلوقه لله في فعل امر من الامور، فلا يقال ان العامل نسج. فاذا قال الله انا جعلنا الشياطين اي خلينا بينهم وبين المفتونين به. والا لو اردنا ان لا يفتن احدا ما يقدرش يفتنوه. ولذلك ابليس فهم. قال ايه؟ قال ايه ابليس؟ قال لك الا لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اذا من يريده الله معصوما لا يستطيع الشيطان ان يجرؤه. تبقى الشياطين راحوا يبقوا اولياء بمين؟ بان الله خلى بينهم في الاختيار وبينهم. يبقى دي اسمها ايه؟ تخليه. ولذلك لا معركه بين العلماء. معتزله وسؤال سنه وشغلانه. يقول له من اراد ان الطاقه مخلوقه لله نسب كل فعل الى الله. ومن راى ان نوجه الطاقه من البشر يبقى ينسب الفعل للبشر. فاذا كان كل فعل من الله كلام صح، واذا كان فعل للبشر يبقى صح. يبقى انت بتتعاقب الذي قتل. بيتعاقب ليه؟ لانه قتل. يلا ده اللي قتل المسدس ولا البندقيه ولا السكينه. انما وجه الطاقه المخلوقه لله او المخلوقه للصنع في هذا العمل. يبقى ده ينفع وده ايه؟ وده ينفع. فمن اراد طلاقه قدره الله في انه الفاعل لكل شيء نظر الى الطاقه والى موجبات الطاقه. ومن قال ان الانسان بالمعصيه هو اللي فعلها اي لانه وجه الطاقه الى عمل صالحه له الطاقه. يبقى ان عذبه ربنا بيعذبه على الفعل ولا على توجيه الطاقه للفعل؟ على توجيه. ولذلك لا يصح ان يوجد ايه؟ ان يوجد خلاف. انا جعلنا الشياطين اولياء لمين؟ للذين لا يؤمنون. اذا جعل الله الشياطين اولياء لمين؟ لمن لم يؤمن. ولكن الذي امن يبقى اذا وجه الشيطان اليه يبقى بالعمل الانسان ولا مش عارف؟ انت لم تؤمن ولذلك جاء الشيطان وجعلك وليا ايه؟ وليا له. انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. واذا فعلوا فاحشه او ايه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون عن الله ما لا تعلمون. ده كلام كان خالص. اذا فعلوا فاحشه. الفاحشه ماخوذه من التفحش، والتفحش التزيد في الكبر. يعني
شيء قبيح ان انا ايه يتزوج في الكبر. ولذلك صرفها بعض العلماء الى لون خاصل من الذنوب وهو الزنا، لانه ده تزيد في القبح. ليه؟ قالك لان كل معصية تعملها وتنتهي باثارها، انما الزنا هيخلف ايه؟ هيخلف اثار. هذه الاثار اما ان توقد بان المرأة تجهد نفسها، او تولده وترميه في حتة، او يعيش طريق في المجتمع مش مسؤول منها، فتبقى المسألة ممتدة امتداد اكثر من اجل يعني شرب الخمر هيشرب الخمر وبعدين له، انما دي كانت تعمل ايه؟ وايضا بتعمل شك في المجتمع. الشك في المجتمع بينشأ منين؟ تصور ان انسانا يشك في ان هؤلاء اولاده ولا مش اولاده، تبقى بلوى كبيرة. ولذلك الذين قالوا ان الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا الى قول الله سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، او الفاحشة هي ما فيها حد، او الفاحشة هي الكبائر. اذا ناخدها على انها التزيد في القبح على اي لون من الايه؟ من الالوان. طب اذا فعلوا فاحشة ما هي؟ فعلوها زي ايه يعني؟ اما زي الاشياء اللي تقدمت دي، ما جعل الله من بحيرة ولا ايه سائل، زينا لكثير من المشركين ايه قتل اولادهم ايه شركاءهم، ويجعلون لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا مش كل الاشياء دي، او ان المقصود انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، لان دي السبب في الكلام، يطوفون عراة الى الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا، يعني يتخذن من ستار الليل ودني. يعني الورع واخد حقه قوي يقول لك احنا عايزين نطوف الى بيت ربنا كما ولدتنا امهاته، وعايزين نتجرد من متاع الايه؟ من الدنيا، ولا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله في ايه؟ والله كان كتر خيركم قوي. طب انتوا ما دام كده لازم تشوفوا منهج الله وخذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. طب ما دام وجدوا عليها اباءهم يبقى ده تقليد، يبقى اكن الابناء يقلدون الاباء. طب ما دام تقليد بقى انسب التقليد الى سلسلة الانتهاء في بداية الخلق. الابناء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ سلسلها بقى لحد مين؟ لحد ادم. ادم المتلقي وحيا عن الله. مش ممكن يكون ما تجيش التقليد ده. وايضا التقليد ده باطل، ايمان المقلد مردود. ليه؟ قالك ان التقليد لا يعطي حقيقة، وانما يعطي حكما بعيد عن الحقيقة التدليلية. احنا قلنا زمان ان نسب تكوين الافعال والجمل كم نسبة؟ اما نسبة محكوم بانها واقعة ومجزوم به. اذا قلت السماء فوقنا تلك نسبة، نسبت الفوقية لمن؟ السماء. هذه النسبة انت بقول البيت الله، وهل هي كده واقعة زي ما انت امنت؟ هل الواقع بتاعها يناسب الايمان بتاعك؟ تقول له اه. طيب تستطيع ان تدلل عليها؟ لا، يبقى تقليد. يبقى التقليد هو ايه بقى؟ نسبة انت جازم بها وهي واقعة بالفعل. الانسان حين الولد الصغير حينما يقول الله احد وعلمنا الله ايه؟ احد، الله احد، والولد خلاص يجزم بها الله احد، يقول
منهم والواقع ان الله احد ولا لا احد. يبقى واقع يناسب مين؟ جزما وعلما. طب الولد يقدر يدلل على القضيه دي انما هو قلد مين؟ قلد ابوه قلد امه قلد استاذه الى ان يبلغ الرجل ويعرف يجيب الايه؟ يبقى يعرف يجيب الدليل. تركه الله هكذا في تقليده الى ان يبلغ سن الرشد. فيبتدي يكلفه بان يعرف ويجيب الدليل ويعلم الدليل. وليه؟ ام قال لك لان بقت له ذاتيه. وما دام بقت له ذاتيه يبقى التكليف صح. الذاتيه تنشا، كيف تنشا الذاتيه؟ قال لك بان الانسان يمر بمرحله يقدر على انجاب مثله. اللي احنا بنسميها الايه؟ البلوغ. البلوغ يعني ايه؟ يعني قادر، الواحد قادر على ان ينجب. دي ما اسمه بقى ايه؟ بلغ اشده واستوى. نقوم نديله التكليف. لان الله لو اعطى التكليف اليه قبل البلوغ وقبل ان يكون قادرا على انجاب مثله، يقوم لما تيجي الغريزه الجنسيه تسيح في جسمه وتعمل عنده انفعالات جديده يقول لا يا رب المساله تغيرت فيا، انا خدتها بقى. يقول لا مش هنكلفك الا لما ايه؟ تكون نطق. ونطق يشهد له انك تقدر على انجاب ايه؟ على انجاب مثله. يقول الله اذا ما فيش تكليف الا بعد البلوغ. نعم. أم قال لك امال امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. أم قال لك يا اخي افهم على الرسول. هو قال امرهم الله ان يصلوا ولا طلب من الاباء ان يامروا؟ يبقى ده امر الاباء والعقاب للاباء. اضربوه. تبقى انت امرت وانت اللي ايه؟ لسه ما وصلش الى درجه الامر مني ولا درجة العقوبة مني، ولكني أردت منك أن تدربه على هذا العمل حتى لا يواجهه التكليف بمشقة الفعل. تبقى بتخففها على نفسك وعليه. لكن التكليف مش مين؟ مش مني أنا. مروهم أنتم ومن خلفهم إيه؟ اضربوهم أنتم. يبقى التكليف من مين؟ من الأب. والضرب من مين؟ لأن لسه ربنا ما إيه؟ عملش العبث دي لتسهل مهمة التكليف بالرياضة وللولد غير ذاتية. لسه له تبعية. إما تاخده كده وأنت رايح تصلي يصلي وياك وتيجي مش عارف كيفك المصلى وتصلي بيه. يوم لما يجي وقت التكليف يبقى إيه؟ مش عايز تدريب جديد. يبقى جاهز. يبقى أنا بريحك ولا مش بريحك؟ إذا فيجب أن نفرق بين أمر الآباء للأولاد وضرب الآباء للأولاد. يقول لي ده أمر والد وعقوبة والد، ولكن الله يدخر حكمه إلى أن إيه؟ إلى أن يبلغ الإيه؟ إلى أن يبلغ الإنسان سن الإيه؟ سن الرشد. فإذا ما كان الأمر كذلك قلنا إنسى إن كنت جازم به مجزوم بها. يقول له الواقع كده ولا مش كده؟ أنت جازم أن محمد نجح. يقول له هو حصل الباب نجح صحيح؟ يقول له إيه؟ طب تقول تدلل مين على النجاح؟ يقول له أدي شهادته أنا. ولا تعالى يا أعلى المدرسة هتشوف اسمه في الكشف. يبقى دلل ولا ما دللش؟ يبقى إذا كانت النسبة مجزوم به والواقع يؤيدها واستطعت أن تدلل عليها هذا منتهى العلم. العلم يقين. فإذا كان الجزم موجود والواقع يؤيده إلا أنك لا تستطيع أن تدلل يبقى ده تقليد. ولا يصح إلى مرتبة العلم إلا إذا أردت أن إيه؟ طب دي إذا كانت النسبة أنت جازم به. يبقى إذا كانت النسبة مجزوم بها نقول له واقعة أو غير واقعة؟ غير واقعة يا شيخ. نقول لك هو ده يبقى الجهل. واحد يجزم بقضية مش واقعة. هذا الجهل. طب وإن كانت واقعة إن استطعت أن تدلل عليها فهي العلم، وإن لم تستطع أن تدلل عليها فهي الإيه؟ التقدير. النسبة اللي مجزوم به. طب والنسب اللي مش مجزوم به اللي متأرجحة؟ أما
عندك ثلاث انواع. هل الكفتين متساويتين؟ الاثبات زي ذاك يبقى ده شك. واحده واضحه تبقى ظن، والمربوطه تبقى ايه؟ تبقى وهم. يبقى انواع النسب اللي موجوده في الكون كله كام نسبه؟ جزم هينشا منه واقع ولا مش واقع؟ فان لم يكن واقعا يبقى جزمت بغير واقع، ذلك هو الجزم. وان جزمت بواقع نقول له تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع؟ قال لك ما استطيعش، يبقى ده تقليل. وان استطعت يبقى ده علم. يبقى جهل وتقليد وعلم في النسبة المجزوم بها والنسبة غير المجزوم بها. ان تساوت يبقى ده شاذ، وان غلبت يبقى ده ايه؟ ظن. وان غلبت يبقى ده ايه؟ يبقى ده وهم. يبقى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا، يبقى انتم ايه؟ يقلدون. والتقليد ما ينفعش، ما ينبنيش عليه قاعده. ليه؟ لانه ينبني عليه قاعده قبل التكليف. انما بعد التكليف ما تنفعش. انما المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاك ويجيب الدليل ويقتنع، عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه وجدنا عليه ايه؟ اباءنا. والذين حكموا بأن التقليد باطل ولا يديش علم نظروا إلى الشيء. هذا الشيء هو أن فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية ورأسمالية مثلا. طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد تاني يقلد الرأسمالية، هم من مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لانه امكن ان يكون في المتناقضين ولا حق ياتي فيه متناقضين ابدا.